السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفه لذيذه جدا وكلها بتتحط في حاجه واحده، وهي رز بالخضار وباللحمه وبالبشاميل مع بعض. طيب الوصفه دي علشان نعملها عايزين طبعا مكونات، اللي هي 3 كوبايات تقريبا رز مطبوخ، وربع كيلو لحمه مفرومه، 1 بصل، 2 كوسه، 1 كوب بزلة وجزر، بسلة وجزر، 1 بطاطس، 1 بتنجان، 2 طماطم مبشورة، 2 معلقة صلصة، ربع كوب ريحان طازة، بشاميل، وكوباية جبنة موتزاريلا، معلقة صغيرة زبدة، ومعلقتين كبار زيت زيتون، ملح وفلفل، ورشة جوز الطيب. أول حاجة هنعملها عايزين نحط زيت الزيتون. الزبدة أنا عايزاها عشان أحطها على وش الأكلة بتاعتنا. هنحط هنا شوية زيت زيتون عشان هنطبخ الأكلة كلها بزيت الزيتون، وهنحط برضو حتة صغننة كده من الزيت العادي عشان زيت الزيتون ما يتحرقش. بس هنحط بقى البصل أول حاجة، وبعدين هنبتدي نحط الخضار واحدة ورا التانية، كل واحدة حسب ما بتاخد وقت، بس احنا عندنا البسلة مسلوقة. هنحط دلوقتي بس الجزر. كل الخضار انا مقطعاه مكعبات. بس تحميرة كده خفيفة. بعدين نبتدي نضيف باقي المكونات، بطاطس، عندنا الباذنجان، الباذنجان والكوسة تقريبا هنحطهم مع بعض، انا بحب الباذنجان جدا، اي وصفه فيها باذنجان يعني بالنسبه لي باكلها وانا مبسوطه. هنحط كمان البسله، هما دول هياخدوا سوا اكتر، يعني البسله هي يمكن الوحيده اللي كان ممكن استنينا عليها شويه. نحط اللحمه المفرومه كمان، اللحمه المفرومه طبعا كميه قليله فبسرعه هتتحمر معاهم، هتخلص يعني على طول. عندنا هنا الطماطم المبشورة والصلصة، ومش هنحط توابل كتير زي ما انتوا شايفين، بس هنحط ملح، فلفل، وعندنا رشة جوز الطيب بس دي هخليها في الآخر. طيب احنا لازم دي اللحمة بتاعتنا تتحمر كويس هي والخضار، فعايزة على النار تقريبا يعني ربع ساعة قبل ما نحط الصوص واحنا بنقلبها. فهنطلع دلوقتي فاصل، وهنرجع بعد الفاصل تكون الأكلة بتاعتنا اتحمرت زي ما احنا عايزين. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.
وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. اللحمة عندنا اتحمرت وكله تمام، فهنحط بقى دلوقتي الصوص اللي عندنا اللي هي صلصة الطماطم والطماطم المبشورة. اخر حاجة هنحطها هي جوزة الطيب والريحان، فهنقلب دلوقتي المكونات كلها مع بعضها كده، وبعدين هنحط لها شوية مية وهنسيبها تتسبك على النار شوية. على ما تتسبك هنكون احنا عملنا الخليط بتاع الكوكيز بتاعنا. نحط شوية مية، طيب هنسيبها بقى دلوقتي كده شوية على نار وسط وهغطيها، خليها تلات انتوفة كمان بس كده تمام. خلاص خلي النار اوطى شوية، وبعدين نروح مع بعض نعمل وصفة الكوكيز اللذيذة جدا بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة. والوصفة دي علشان نعملها عايزين، هو كوكيز عين جمل بالكراميل، فعشان نعملها عايزين 1 1/3 كوباية دقيق و100 جرام زبدة، وعايزين 2 كوب عين جمل ويكون محمص، 3 معالق كبيرة زيت، 3/4 كوباية سكر بني، 1/2 كوباية سكر، و1 بيض وفانيليا ولبن مكثف محلى مغلي لمدة 2 ساعة. طيب احنا عملنا ايه دلوقتي؟ اللي عملناه ان احنا عندنا هنا 2 كوباية عين جمل، مظبوط، 2 كوب عين جمل محمص، خدنا كوب اللي هو المجروش، خدنا كوب وخليناه على جنب، والكوب التاني حطيته مع الزيت. عندنا قد ايه احنا زيت؟ عندنا 3 معالق كبيرة زيت. اخدت العين جمل الكوباية اللي فاضلة حطيتها في الكبة لغاية ما اتطحنت خالص، وبعدين رحت حط عليها 3 معالق الزيت وطحنتها كمان لغاية ما بقى عندي معجون كده زي ما انتوا شايفين. شايفين ده بقى المعجون بتاع عين الجمل اللي عندي اللي طحنته في الكبة مع 3 معالق زيت، تمام؟ طيب اول حاجة هنعملها، هنعمل الكوكيز عادي خالص، بس نفضل فاكرين الخطوة بتاعت ان احنا قسمنا عين الجمل 2. اول حاجة هناخد الزبدة اللي عندنا، ولازم تكون بحرارة الغرفة، هنحطها هنا كده ونخلط شوية، وناخد السكر البني اللي عندنا برضو والسكر الابيض، لازم الكوكيز يكون بحرارة الغرفة الزبدة، يعني في عمايل الكوكيز كتير مهم ان هو يكون بحرارة الغرفة. هنحط البيضة والفانيليا والسباتولا، هنشوف كل الجناب دي هنشيلها علشان تندمج مع باقي الخليط.
هناخد دلوقتي الخليط اللي عندنا بتاع الدقيق الاول هنحطه وبعدين نحط الدقيق بالتدريج. وبعدين اخر حاجة هنحطها هي المعجون بتاع عين الجمل اللي عندنا، اللي هو عبارة عن كوباية عين جمل محمص حطيناها في الكبة، وحطينا عليها 3 معالق زيت بعد ما طحناها الاول، حطينا عليها 3 معالق زيت، ودي كانت النتيجة. اول ما الدقيق يختفي هنحط الخليط بتاع عين الجمل والزيت. تمام كده عندي كله اندمج مع بعضه. بنحط عين الجمل، فكده بيطلع لنا عين جمل كنكهة بس احنا مش شايفينه، وبيطلع لنا كمان عين الجمل اللي هو مجروش عندنا. كده تمام، خلاص كده احنا الخليط عندنا جاهز. هنحط له بس عين الجمل ده اللي هنا، خلينا ننزل دول. تمام كده، هنحط دلوقتي عين الجمل، بس انا عايزة الصراحة اصغره شوية عن كده، فهنطلع دلوقتي فاصل وهنرجع بعد الفاصل اكون حطيت عين الجمل وتكون الصوص عندنا تسبكت ونكمل بقية وصفتنا. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا هناخد الكوكيز اللي عندنا، وقدامكم حاجة من الاتنين، يا اما هتعملوه زي ما انا بعمله كده دلوقتي، يا اما هتحطوه بين ورقتين زبدة وتفردوه بالنشابة وتقطعوه بقطعات مدورة، فبيطلع معاكم زي البسكوت كله قد بعضه. احنا النسخة، انا النسخة عملتها بالقطاعة وقلت دي اعملها لكم بالشكل ده علشان تبقوا شفتوا الشكلين عاملين ازاي. تمام، هناخد دلوقتي الكوكيز بتاعنا وهنحطه في الفرن على درجة حرارة 180. بيقعد تقريبا 12 دقيقة كده على ما يخلص. طيب دلوقتي هنعمل الوصفة التانية، ده اللي متقطع بالقطاعة عشان تبقوا شفتوا الشكلين، بس لسه التاني ما طلعش. لو قطعناه بالقطاعة بيطلع شكله كده زي ده. فقدامكم الاختيارين. دلوقتي هنرجع للوصفة بتاعتنا الاولانية خالص علشان كمان لازم ندخلها نخليها تستعد تدخل الفرن. هنا عندنا الصلصة تقريبا خلاص خلصت، يبقى هنحط رشة جوزة الطيب وهنحط شوية نعناع، شوية ريحان، اسفة لو مش موجود على فكرة الريحان، ممكن تحطوا نعناع يعني ما بعدناش كتير. كده ممتازة الصوص بتاعتنا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزين نوزع الرز في الاطباق اللي هنحطها في الفرن. فعندنا هنا طبق، ممكن تعملوها في طبق للعيلة كامل، وممكن تحطوها في اطباق صغيرين بحيث ان كل واحد ياخد الطبق بتاعه زي ما تحبه. فاحنا هنعمل كده وكده. هنحط تقريبا يعني نص، يعني النص تقريبا كده من الرز، وهنسيب مكان لسه هنحط
اللحمة ولسه والخضار ولسه هنحط البشاميل، فمش عايزين نحط طبقة رز كبيرة قوي، يعني طبقة متوسطة من الرز. ونحط هنا كمان تمام كده، بس هنا يمكن نعوز شوية رز، حاساه قليل شوية. خلاص نجيب بقى دلوقتي الخضار اللي عندنا. هنبتدي نحط فوقيهم شوية، فوق كل طبق شوية من الخضار واللحمة. يعني هي وجبة كلها في نفس الطبق، يعني اللي بياخد منها ما بياكلش حاجة تانية، خلاص كله في نفس الطبق التقديم بتاعنا. نجيب بقى دلوقتي البشاميل، هنحط شوية هنا يعني مش طبقة سميكة قوي، بس يعني طبقة تغطي الخضار اللي عندي. عايزين نمسح الحاجات دي لانها لو دخلت الفرن بتتحمر وبيبقى صعب جدا ان احنا نشيلها وبيبقى شكلها مش حلو، فيعني قد ما نقدر نمسحهم. دلوقتي هنجيب الجبنة اللي عندنا وهنحطها على الوش، بس الاول نضمن الصغننين دول كمان، انا بحب الصغيرين دول قوي، يعني كل واحد بياخد الطبق بتاعه وبياكله كده بتبقى لطيفة.
تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد حته زبده وهبتدي احط حتت صغننه على فوق الجبنه بتاعتي، بتدي وشي حلو جدا، لون حلو قوي ولمعه حلوه جدا ولون ذهبي كده، وبتخلي الجبنه طعمها احلى. فهنحط بس ايه يعني معلقه صغيره من الزبده. عايزين نبص على الكوكيز كمان. خلاص تمام، لحقناه في الوقت المناسب. ده شكله فكده. احنا عملناه معاكم بطريقتين، زي ما قلنا دي كده، والتانية لو عايزينه بتقطعوه بين ورقتين زبدة او نايلون وبتقطعوه، او طبعا ممكن تحطوا دقيق على الترابيزة وتفردوه يعني، بس انا بحب اكتر ان احنا نحطه بين ورقتين زبدة. خلاص هدخل دول بقى دلوقتي الفرن لغاية ما الوش بتاعهم يحمر. احنا كل حاجة عندنا مستوية، فمش مش هقعده كتير في الفرن يعني. فعلى الفرن على درجة حرارة 220 تقريبا. خلينا نعلي النار، نعلي الحرارة ل 220 ونحط الحاجات دي في الفرن. تمام كده. هنستنى بقى لغايه ما الوش يحمر، وهنطلع دلوقتي فاصل، وهنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلينا دلوقتي في السريع نزين الكوكيز بتاعنا. عندنا هنا عشان نبقى خلصنا الوصفه كامل، عندنا هنا علبه لبن مكثف محلى محطوطه على النار وهي مقفوله، قعدت تقريبا ساعتين وربع، او بتحطوها في الحله البريستو بتقعد نص ساعه بس. فاللبن المكثف المحلى اللي جوه بيتحول لكراميل او لتوفي او كراميل، المهم بيتحول للتوفي ده. فبناخده وبنحطه في الكيس عندنا هنا في البايبنج باج، عشان خاطر بس نبتدي نعمل خطوط على وش الكوكيز بتاعنا. شايفين قد ايه؟ كل ما قعدتوه اكتر كل ما بقى سميك اكتر، يعني لو قعدتوه اقل من ساعتين وربع بيبقى افتح والسمكة بتاعته بتخف اقل. تمام. مش عايزين ننسى اللي في الفرن كمان. يلا نعمل بس كده خطوط. نحط دي هي بس شوية، بس هيبقى طعمها برضو حلو. شوية الجنب ده
طيب دلوقتي خلينا نشوف الفرن. يعني بيتحمل شوية كمان، شوية مش كتير بس. طيب دلوقتي برضو نفس القصة، ممكن نعمل كده في ده، وممكن نخليه عادي كده زي ما هو زي ما تحبه. فإحنا هنحط ده كده عادي، والتاني هو اللي هنخليه بالكراميل، بس هو لأن طعمه حلو جدا فيعني كده حلو وكده حلو. خلاص تمام كده. دلوقتي نعمل الوصفة التالتة بتاعتنا اللي هي الكيكة بالقهوة وبطبقة كده مقرمشة لذيذة جدا. علشان نعملها عايزين تلت كوباية زبدة، ده للطبقة المقرمشة اللي فوق، عايزين تلت كوباية زبدة ولازم تكون ساقعة باردة، وعايزين تلتين كوباية دقيق، وعايزين تلت معالق كبيرة سكر وفانيليا، دي الطبقة المقرمشة. عايزين كمان علشان خاطر نعمل الكيكة 2 كوباية دقيق و2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 4 بيض، فانيليا، 100 جرام زبدة، 1.5 كوباية سكر، 1 كوب لبن، نص كوباية زيت، وربع كوب كاكاو، 1 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، و3 معالق كبيرة لبن إضافي. وللوش يا إما بتحطوا خطوط من الشوكولاتة اللي هي تبقى كوباية شوكولاتة مبشورة مع ربع كوباية كريمة، أو ممكن تحطوا من اللبن المكثف المحلى بما إنه موجود، فزي ما أنتوا عايزين بتقدروا تحطوا اللي يعجبكم. لو هتحطوا الشوكولاتة زي ما إحنا كاتبين يبقى هنحط الشوكولاتة مع الكريمة في حمام مائي على النار كده لغاية ما تدوب، وبنحطها في كيس وبنعمل خطوط بس كده على الوش. تمام؟ بس إحنا بما إن الكراميل موجود فهنعمل الكراميل. طيب طبعا اول حاجة هنعملها عايزين نعمل الكيكة، واللي هي اول حاجة هنعملها هنحط الزبدة هنا، ولازم زي ما بنقول دايما تكون بحرارة الغرفة، نخفقها شوية على ما نروح نشوف الفرن. خلاص كده تمام. هنحط بقى دلوقتي السكر مع الكيكة مع الزبدة، وعندنا 4 بيضات، هنحط البيض بقى واحدة واحدة أو 2 واحدة واحدة. تمام. طيب دلوقتي بعد ما حطينا الأربع بيضات عندنا هنا الدقيق، هنحط قبل الدقيق بس الزيت اللي عندنا، وهنخلط برضو. عندنا هنا الدقيق هنخلطه مع البيكنج باودر ونقلبهم.
طبعا ما حطيناش الفانيليا، لازم نحط الفانيليا مع البيض. هنحط بقى دلوقتي الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر اللي عندنا، وهنحط اللبن طيب دلوقتي الخليط اللي عندنا ده احنا هنقسمه اتنين، تمام؟ هنخلي نص هنا هنعمل ايه بقى دلوقتي في النصين دول؟ هنخلي نص هنا، النص التاني هنحطه هنا، يعني هنقسم الاتنين زي ما اتفقنا كده تقريبا. النص ده هنعمل فيه ايه؟ عندنا هنا القهوة سريعة الذوبان، هحطها على اللبن اللي عندنا، هسيحها، هدوبه قصدي. واصلا الخليط هيحتاج ان احنا نحط له حاجه سائله، ليه؟ لاننا هنحط له كاكاو، والكاكاو اكيد هيخلي قوام العجينه الخليط غير القوام ده، فهو احنا كده بنعدل القوام بتاعه بحيث ان هما الاثنين يبقوا زي بعض. طيب دلوقتي بعد ما حطينا الكاكاو هنا، هنحط له الحليب، اللبن اللي متدوب فيه القهوة سريعة الذوبان. تمام كده. هناخد بقى دلوقتي صينية، هنحط سباتولا. نجيب سباتولا، طبعا الصينية مدهونة، هنحط تحت الخليط اللي بالفانيلا. وهنحط فوقيه الخليط اللي بالشوكولاتة. وهنجيب بقى اي حاجه، نجيب حاجه زي ايه مثلا؟ السكينه دي او العود بتاع الستيكس الخشب، وهنعمل اشكال كده بس عشان نخليها شويه رخاميه. يعني احنا كده بندخل الاسود اللي فوق في الابيض اللي تحت، فلما نيجي نقطعها هيبقى فيه شكل رخامي. طيب دلوقتي عايزين نعمل بقى الطبقة المقرمشة. اللي هنحطها على الكيكة من فوق. الطبقة دي علشان نعملها عايزين زبدة، وعايزين دقيق، نحط الدقيق
وهنحط السكر. انا الصراحه النسخه اللي عملناها حطينا لها لوز على الوش، فبتقدروا لو تحبوا، هي مش في الوصفه يعني، بس انا حبيت اضيفها فما حطيت اللوز طلع لذيذ. فلو تحبوا تقدروا تضيفوا لوز او تقدروا تضيفوا عين جمل برضو بيبقى لطيف. هنقلب ده الاول شويه، وبعدين هناخد الزبده، قلنا لازم تكون ساقعه، وبعدين هنعملها فرك كده بالصوابع يعني، مش عجن، بس فرك كده علشان تبقى تعمل زي تكتلات كده، وتبقى زي الرمل، زي كعبيل كده، كلاكيع. لما كل الدقيق اللي عندنا ده يختلط بالزبدة، نحط برضو الفانيلا. شايفين ازاي ابتدى يكلكع اهو؟ كده تمام، هي دي الكراكيع اللي احنا عايزينها. تمام كده، هناخدها بقى دلوقتي نحطها على وش الكيكة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 كما هي العادة، لغاية ما تستوي، بتقعد تقريبا 45 دقيقة. كده احنا غطيناها كلها. تمام، هندخلها بقى الفرن زي ما قلنا على درجة حرارة 180. لغاية ما تستوي عندنا، وهي دي النسخة اللي جاهزة عندنا، بس زي ما قلنا تقدروا تحطوا لها على الوش شوكولاتة دايبة، او تحطوا لها كراميل زي ما احنا كسلنا نعمل الشوكولاتة، يعني هي اي حاجة على الوش هتبقى حلوة. وكده نبقى خلصنا وصفتنا معاكم للنهاردة. تمام كده، كده خلصنا الوصفات معاكم للنهاردة. عملنا الرز اللي بالبشاميل اللي بالخضار، لطيف جدا ومغذي، وزي ما انتم شايفين وجبة كاملة في طبق واحد. وعملنا كمان بسكوت بعين الجمل، استعملنا فيه عين جمل مطحون، واستعملنا فيه عين جمل مجروش، وزي ما انتم شايفين برضو لذيذ جدا. بنقدر نعمله بطريقتين، بنقدر نفرده ونقطعه بالقطاعة بيطلع مدور كده مبطط زي بتاع السوق، أو نقدر نعمله بإيدينا زي ما أنا عاملاه في الطبق اللي جنبه اللي يعجبكم. وعملنا الكيكة بتاعة الطبقة المقرمشة والقهوة، هي رخامية الكيكة، برضو كيكة لطيفة جدا. الوصفات كلها هتنزل على صفحة البرنامج الرسمية على فيسبوك، زعفران وفانيلا. وكمان اللي ملحقش الحلقة من أولها بيقدر يشوف الإعادة الساعة 3 الفجر أو الساعة 10 الصبح. وبتمنى تكون الوصفات بتاعتنا عجبتكم، وبشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وصفات جديدة وأفكار جديدة بإذن الله.